مقبرة ميحو تعتبر من أجمل وأكمل مقابر الدولة القديمة في سقارة، اللي ما زالت محتفظة بألوان مناظرها. ميحو عايش في عهد الملك بيبي الأول، كان بيحمل 48 لقب نقشوا على حجرة دفنه والتابوت الخاص بيه. من أهم الألقاب دي رئيس القضاء، المشرف على كتابة وثائق الملك، حاكم الأقاليم، مشرف على مصر العليا. اكتشفت المقبرة على يد الأسري المصري زكي سعد عام 1940، وفضلت مقفولة إلى أن تم افتتاحها للزيارة سنة 2018. تعتبر المقبرة ديت مقبرة في عصر الأسرة الستة في الدولة القديمة. المقبرة موجودة في جنوب السور الجنوبي لمجموعة هرم زوسر المدرج بحوالي 6 متر، ومساحتها 512 متر. تتكون المقبرة من ممر أرضي منحدر باتساع 2 متر وست حجرات وفناء في المنتصف يؤدي إلى حجرة الدفن. وتضم المقبرة حجرات دفن لابنه ميري رعانخ وحفيده حتبقى الثاني.